أهلا بكم في موجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. أول خبر معانا النهاردة عن النادي الأهلي اللي خاض أول مران ليه في معسكر النمسا بعد وصول بعثة الأهلي في بداية معسكر الإعداد الخارجي للموسم الجديد. فريق سموحة خسر أمام فريق فيوتشر بنتيجة 3-1 في المباراة الودية اللي جمعتهم امبارح استعداداً للموسم الجديد 2023-2024. الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي فاز على نادي الجمارك بنتيجة 3-0 في المباراة الودية اللي جمعتهم على الملعب الرئيسي باستاد الإسماعيلية ضمن برنامج الإعداد لخوض منافسات الموسم الجديد. نادي المقاولين العرب أعلن التعاقد مع المدافع الجزائري عماد الدين أبو بكر لاعب المصري البورسعيدي وشبيبة الثورة الجزائري السابق لمدة موسمين. منتخب مصر الأولمبي بقيادة روجيريو ميكالي حدد يومين 7 و11 سبتمبر المقبل موعد مبدئي لمباراتي روسيا الوديتين خلال فترة التوقف الدولي في شهر سبتمبر المقبل ضمن خطة الاستعداد لأولمبياد باريس 2024. والنادي الأهلي أعلن عن تجديد عقد أحمد عادل لاعب الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي ليستمر مع الفريق خلال الفترة المقبلة. وقع اللاعب عقود التجديد للنادي لمدة 4 مواسم جاية. كمان مسؤول النادي الأهلي أعلنوا انتهاء إجراءات التعاقد مع نبيل شريف لاعب نادي الشمس للانضمام لصفوف الفريق الأول لكرة اليد رجال بداية من الموسم اللي جاي. وقع اللاعب عقود انضمامه للنادي الأهلي لمدة 4 مواسم جاية. رحاب رضوان لاعبة منتخبنا الوطني لرفع الأثقال البارالمبي توجت بالميدالية الذهبية لوزن 55 كيلو في إطار منافسات بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي اللي بتستضيفها الإمارات العربية المتحدة حالياً وتستمر منافساتها لغاية 30 أغسطس الجاري. محمد المنياوي لاعب منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي توج ببرونزية بطولة العالم اللي بتقام في الإمارات. حصد المنياوي الميدالية البرونزية عقب احتلاله المركز الثالث برفع ثقل قدره 189 كيلو ضمن منافسات وزن 59 كيلو. رابطة اللاعبين المحترفين للسكواتش PSA أعلنت التصنيف العالمي الجديد. حافظ البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة على صدارة التصنيف في الموسم الجديد 2023-2024. كمان رابطة اللاعبين المحترفين للسكواش PSA أعلنت التصنيف العالمي لسيدات السكواش خلال الأسبوع الثاني من موسم 2023-2024. تصدرت البطلة المصرية نوران جوهر لاعبة بالم هيلز التصنيف العالمي لسيدات السكواش، وده بعد انطلاق الموسم الجديد للأسبوع 13 على التوالي. الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن تعاقده رسمياً مع روبرتو مانشيني المدير الفني السابق لمنتخب إيطاليا لتولي تدريب الأخضر خلال الفترة المقبلة. خلصت نشرتنا الرياضية، نرجع تاني دلوقتي مرة تانية لمصطفى وجمانة واستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. نشكرك هالة، شكراً جزيلاً.